بداية لا يفوتني أن أشكر أهلنا في مدينة ترهونة على ما قدموه لنا يوم أمس من كرم يعني من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة واستقبالنا بالبشر والترحاب. فأنا أريد عبر قناتكم الموقرة أن باسم مصرات قاطبة أن أشكر أهلنا في ترهونة بصراحة، يعني شعبيها قبل رسميها. والله يا أخي استقبال يعني ولا أي استقبال. وجدنا المارة في الطرقات يا أخي عندما شافوا ضيوفهم من مصراتة ورتل مصراتة دخل لترهون، اصطفوا وأوقفوا الحركة حتى في تقاطعات الطرق لكي يمر وفد مصراتة ليصل إلى مكان الاجتماع. فأنا أحيي وأشكر كل صغير وكبير في مدينة ترهونة وكل المسؤولين والقائمين على تنسيق واستقبالنا وعلى كرم ضيافتهم وعلى حسن وفادتهم وعلى التقدير البالغ الذي لمسناه منهم، وهذا ليس بغريب على أهلنا في ترهونة، فبارك الله فيهم جميعا. نعم. لسؤالك، إجابة على سؤالك أخي الفاضل، التدخل الخارجي وعرقلته لملف المصالحة كما قال ضيفي أو على ما أعتقد كما قلتم في تقريركم، لا يوجد هناك وسيط شريف مع احترامنا أو صادق مع احترامنا لكل الوسطاء وكل الجهود التي بذلت. الليبيون إذا جلسوا وجها لوجه أقرب ما يكون حالهم إلى التصالح، وأقرب ما يكون حالهم إلى أن يتنازل كل إلى أخيه، ولم نلاحظ هذا يحصل عندما كانت هناك وسطات، سواء كانت وسطات إقليمية أو من دول الجوار أو أجنبية أو حتى عبر البعثة الأممية والأمم المتحدة. لاحظنا الهوة تزداد توسعا كل يوم، كلما حصل اجتماع ما بين مدن أو ما بين شرق وغرب لاحظنا أن الهوة تزداد، ولاحظنا أن المشاكل ازدادت. متى تعقد الأمر في ليبيا مع احترامنا للأمم المتحدة ولبعثتها وما إلى ذلك؟ نحن نحترم الشخوص ونحترم الهيئات، ولكن نحن نقيم العمل. متى ازدادت هذه الهوة ومتى ازداد الأمر تعقيدا منذ دخول البعثات الخارجية ودخول الأجانب للتواصل بين الليبيين؟ أما عندما جلس طيب السيد علي، يعني هل رحبت البعثة الأممية بجهود المصالحة وما شهدته مدينة ترهونة وأيضا بالمصالحة بين مدينة الزنتان ومصراتة؟ أخي الفاضل، أنا لم أسمع بأي جهة رسمية رحبت حتى من حكوماتنا، فما بالك بالأمم المتحدة. أنا شخصيا لم أسمع، لربما يكون هناك ترحيب وأنا لم أسمع به، فلا أريد أن أحكم على ما لا أعلم. أما التدخل، ليعود إلى التدخل الخارجي، عندما جلست مصراتة والزنتان جلسة أو جلستان على انفراد للتنسيق، تداعت أمام هذه الجلسات كل الهموم وكل الجراح، ونسيت كل الدماء، ونسيت كل المشاكل العالقة ما بين المدينتين في جلسة أو جلستين. يعني عندما ذهبت مصراتة إلى الزنتان، الكل يتوجس والكل يتوقع والكل يراقب كيف سيقابل وفد مصراتة داخل الزنتان، فتفاجأوا أننا استقبلنا بالتكبير واستقبلنا بالورود واستقبلنا بالبساط الأحمر، يعني وسالت الدموع وتعانقت الرجال يعني وتصافحت الأيادي. لماذا؟ لأن الليبيين جلسوا وجها لوجه. عندما جاء وفد الزنتان إلى مدينة مصراتة، قناتكم الموقرة كانت إحدى القنوات الناقلة، ولعلكم شاهدتم بعينكم ما الذي حصل من تقارب ومن توقيع ميثاق يكون بإذن الله ملزم للأجيال ويكون موثق للعلاقة. طيب تناسينا كل الهموم وكل الجراح. طيب سيد علي، دعني أكمل لك لحظة في دقيقة. نعم. يعني عندما ذهبنا إلى ترهونة واتفقنا أن يكون اللقاء بين الزنتان ومصراتة في ترهونة مدينة السلام التي تتوسط جغرافيا، يعني لاحظنا يعني التقارب، ولاحظنا عندما عندما أضيف لك ملف تورغاه، كم دول وكم سويس وكم يعني قذفته الأمواج يمينا وشمالا. طيب وكم حاول السياسيون أن يتلاعبوا به.